واصلت الدولة المصرية نجاحها في استضافة البطولات الرياضية الكبرى خلال السنوات الأخيرة بعد الطفرة التي شهدتها المنشآت المصرية الرياضية، وحرص المسؤولون على تنظيم المسابقات الكبرى لما لها من دور كبير في زيادة الدخل القومي وتنشيط السياحة في مصر. إشادات بالجملة نالتها مصر عقب نجاحها في تنظيم كأس العالم للأندية في كرة السلة، وهي البطولة التي تنظم لأول مرة في القارة الإفريقية، واحتضنتها صالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهي إحدى الصالات التي احتضنت كأس العالم لكرة اليد العام الماضي. شهدت البطولة مشاركة الزمالك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة لأول مرة في تاريخه، ونافسه كل من فلامينغو البرازيلي وليكلاند الأمريكي وسان باولو الإسباني. بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة شهدت تتويج فلامينغو البرازيلي باللقب، بينما احتل بارغوس الإسباني المركز الثاني، واحتل ليكلاند الأمريكي المركز الثالث، فيما أنهى الزمالك البطولة في المركز الرابع.